انتي وين ما في راسي القاك؟ ايش تبين؟ ايش تبين؟ ايش تبين؟ اشويك، ادفنك، اذبحك، اقطك في البحر، شو اسوي فيك؟ هي انت كلمتي صح؟ قصري حسك لحد سمعك، قصري حسك، فانا شنتش عليك؟ امي انت امي ولية امري، شكوا فيني انت شكوا؟ لو سمحتي هاتي الكرت. انا خايفه على مصلحتك القوطي. استغفر الله العظيم، ربي سامحني على اللي بسويه. لا لا انطري انطري انطري، ليش 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 هاتي هاتي هاتي. انا شكو اصلا مره ثانيه اللي قلت لك هاتي الكارت هاتي من اول مره قطيعه ماشي سمعيني ان احد بس شم ريحه خبر شم تدري ايش راح اسوي فيك راح ادفنك ولا تدرين لا لا العضه المسمومه انت تعرفينها اللي تخليك تنمي بس مكانك ما بتحركين زين اقول يلا يلا قدامي انا دلع. انا راوج ماشي اطري علي الله يعطيكم العافيه ما قصرتوا معنا اليوم مشكورين لا ايش دعوه ما سوينا شيء حياكم الله بيوت قاعدين هالويكند ان شاء الله قاعدين قد ما وصي تعالوا باكر ان شاء الله اشوف امي اذا رضت شو ما ترضى سحبيها من صباح الله خير يبيها معك هنا لا وي فشله خافني ثقل عليكم شو ثقلين ولا شيء ما شاء الله شاله كبير وياسع الكل عاد الحين ما اوصيكم بالطريق شوي شوي ان شاء الله حاضر يلا يما مع السلامه ونعم الله عليكم وكثر خيركم ما قصرتوا حياك الله خالتي الله يحييك اي صدق احمد مشكور على الهديه العفو جداوه بسامحونا على الكسور ما منكسور إن شاء الله يلا يما مع السلامة ما بنتكلم بشيء لما أحضر من الشاليه يصير خير وبعدين على فكرة أنت شنو عبالي كان أشتغل عندك ولا شنو يام زعلني يام راضيني ترى مطافة هبيطة عندك أنا ماشي يعني ملزمة أنه ما أنت فاهم أي ملزمة ماني متكلمة معاك بولا شيء ترى أنت كرهتني بالحب وبالزواج وبكل شيء عدنان أنت بتسويني معقدة أنا ولا شنو؟ ترى أنت ياهل والله صدق ياهل عقلك عقل ياهل إيش فيك يعني كل المسجات والكلام هذا اللي قلته لك ما بينه بعينك تظهر ما ترتاحين لما أخذ سيكل نويف وي عندكم الشلة وأقحص بويهكم أنت وأهلك وامشي يلا ترتاحين عاد أنت خبل عاد عندك تسويها ما
وقلت لك عشانك مستعد اسوي اي شيء. يعني ترى صدق انذليت. عادي، انا شنو بتفرق معاي ولا شنو بيصير لي اصلا؟ انت باكر بيحطونك بتفتيش ويقولون طاع هذا الصيده يحب وحده وكاشته فيه. عادي، تبيني انا اللي اكتب البرودكاست بنفسي وانا اللي انشره؟ ما عندي مانع. بس المهم ترضين. يبقى مصدقك انه مو انت اللي كاتبه حق الناس هذول، انا مصدقك والله، واللي بايق اكونتك اللي بالانستغرام هو اللي كاتب. مصدقك. انزين خلاص حبيبي يلا الحين روح نام. انا خلادش داخل لا يسمعوني واحده من البنات لانهم نايمين. جود نايت حبيبي. لو 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 الحين لا 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 أفع عليك، كل شيء تمام. أنا مهاوي، ولما أقولك السالفة بتخلص اليوم يعني بتخلص اليوم. أنا ما أبيع سمك بالماي، أنا كلمتي مسمار بلوح، والمفاجأة راح تنزل على حريم صالح مثل الصاعقة وبتوقف قلوبهم. إحنا شو نسوي؟ نقعد نتطمش ونضحك. يا فهد أنا بقولك شيء، ترى ما يعرف حق مكر الحريم إلا الحريم. تعال تعال. لا تخاف احنا ما نضيع، ندل كل شيء. بس انت ايش فيك تتكلم شوي شوي؟ انت خايف من شيء؟ اي تشب 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 ما 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 خاف بطل ما 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 خاف لا ما يندر عنك كأنك بايق لك شيء او خايف ان احد يشوفك تشتغل معانا. اي تشب 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 يعقوب لسانك لا يطول، تبينا نهون ونخليك ما تشتغل معانا؟ خلاص عيل عطني هاك يود يعقوبو، اذا شفتك مو موزعهم او حسيت انك خاشهم ترى والله يجيلك الشاليه وانبش الشاليه فوق تحت. خلاص خلاص زين نشوف. ثقيل في حيوان. يا جماعة ما أدري إيش فيني، حاسة بالذنب. هو ليش يا حافظ؟ شو مسوية بعد؟ مو مسوية شيء، بس ما أدري طلعاتنا مع بعض والوناسة اللي إحنا فيها يعني معقولة؟ يعني ولا كنا صالح هدنا وراح وخلانا حريم بروحنا؟ معقولة إن نسينا ريلنا؟ تعودنا على العيشة من غيره؟ معقولة يا أمينة الواحدة تنسى أنها هي متزوجة أو يكون عندها ريال؟ يا أمينة الريال مهما كان زين ولا شين، المرأة مهما تشوف منه بحياتها لا يمكن تقدر تنساه. وصالح كان وايد زين معانا كلنا وعاملنا بما يرضي الله، بس هو اللي اختار نصيبه وهو اللي قرر أنه يبعد خلف الله علينا. يطرى علي ذيك الليلة كانت ليلتي، كان عندي بالغرفة يعني كان يتكلم ويسولف يقول إن هذه الحياة فيها ممات وفيها. استغربت من كلامه، بس من ضمن حكي كان يقول إنه بيسجل البيت باسمنا. باسمنا؟ صج؟ أي صج، أنا عندي خبر قال لي هالشيء. ويوم من تدرين ايش حقه ما قلتي لنا؟ واحنا شنو بنات الخدامه؟ بس احنا الثنتين ما ندري. يا خلاص تدرين بكل شيء وانتي ساكته؟ اذا كان خليتي يسجل البيت باسمنا على الاقل ما انت قاعد تلطم عقب مماته. سليمه
سجل البيت باسمنا ما سجله في النهايه بتم بيتنا لانه ورث عيالنا، وبعدين مو حلوه في حق عيالنا انه هو يكتب البيت باسم امهاتهم وهم لهم حق فيه. عدل عدل كلام بدري، وهو سجل البيت ولا ما سجله بعد عمر طويل بيكون لكم. بس أنا وين أروح؟ أنتوا ناسين إن أنا ما خلفت من صالح؟ الله يهديك بس يا غنيمة، شو هالحكي؟ فعليك البيت بيتك، إحنا الطالعين وأنت الداخلة. بنات إحنا اتفقنا من زمان إن نظل على قلب بعض ونحب بعض، وماكو شيء يفرق بيننا بوجود صالح وعدم وجوده، وبناتنا وولادنا كلهم اخوان، والخاين عليها الله. والخاين عليها الله. الخاين عليها الله. اي والخاين عليها الله. بس الله يعلم. الله يعلم ايش عقب هالوناسه. شنو الايام خشت لي. انتوا من صدقكم ايش جايبين؟ ها؟ ايش رايكم بالمفاجأة؟ اي مفاجأة هذا؟ انت العاقل تسوي كذي؟ امي اذا درت تسوي لكم سالفة. وشنو هي السالفة؟ ما تقولون لي. ليش بسوي لكم سالفة؟ ما تقولون لي. احنا ايش قايلين؟ ايش قايلين عن البانشيات قبل هالمرة؟ ها خالتي ايش فيها يعني اذا جبنا بانشيات؟ بعدين اكو شاليه بدون بانشيات؟ شوف ولا كلمة ولا كلمة ولا نفس انت بالذات. اسمحي لي اختي. لا اخذي راحتك. ما بسمح حسك ابد. انت ساس البلا كله، ولا كان عليهم ترى فقارة مساكين غافلينهم، بس انت اللي بتعلمهم على الدمار كله. خلصتي؟ ايه اختي. واخري خلنا اقول اللي عندي. إيه؟ انا مو قايله ما نبي بانشيات. يلا روحوا ردوا البانشيات، لا اجيب قلن بنزين واصب عليهم واحرقهم. يلا يا يما يلا، احنا قلنا نستانس نغير جو، مو نقعد احنا نحاتيكم. يا يما الفكره فكرتي انا، وانا قلت لهم خلينا نروح ناجر، يعني انا المسؤول على كل شيء بيصير، وانا ولدك طوفيها لي عاد هالمره. يا يما انا مو بقصدي، انا عارفه انت العاقل الثقيل، بس هذول خفاف مطيورين اخاف يصير فيهم شيء. اي طبعا، كله انا مو زين وكله انا ابو المصايب، اي منكم اكثر. ايش يا نزغه؟ يلا ما بسمع صوتك. اي انت كله منك المشاكل، كله منك. هلا واحد واحد ابو شاب اختيار موفق. بن 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 شنو بن بن بن؟ اسمع صوت منو البقي ولا صوتك عمي؟ غلط اللي قاعد تسويه. ولي زين خلاص اوكي انشبلت. ايش فيك تخزون كذي؟ تبي ايش فيكم؟ لا تخرعوني. عمي شنو السر اللي خاشة عنا وما تبينا نعرفه؟ شو السالفة؟ ماكو سر 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 شنو سر؟ ماكو سر. شوف عمي احنا ولا مرة خليناك تسوي شيء غصبا عليك، بس هالمرة اسمح لي ترى الموضوع طلع من ايدنا. يعني شنو؟ يعني يا تقول لنا منو اليوم اللي كمس بالليل اعطوك الاغراض هني، يا نهدك بالشاليه ونرجع البيت. لا 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 احمد 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 نايم احمد انا نايم. نرجع البيت بروحك تظل كيفك. لا 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 ما مكشمك عيل نتمنى لك حياه سعيده هني. يلا لا 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 احمد خلاص تعالوا. تعالوا. شنو؟ معرض؟ ايش معرضه؟ لا يكون هالمعارض اللي هابين فيهم كويتي وافتخر وبصمه كويتي وما ادري شنو. تقريبا شيء نفس هذا. لا يبا عمي متعرف على ناس يدد مسوين معرض وشغلينا معاهم منظم. حرام انا ظلمته. على بالي عنده سر وخاشه علينا. اي مسكين ظلمناه. طلع يحاول يساعدنا. وعلي حتى عمي يعقوب داري بالازمه اللي عايشين فيها. اي ايش فيكم؟ ترى عمي يعقوب صدق عقله على قده، بس ترى يفطن ويفهم كل شيء يصير بالبيت. زين انتم الحين ايش بتسوون؟ تبون صدق؟ انا ودي اساعده. ابي يرفع راسه قدام ربعه.
معود مساكين هذول ربعه على باب الله، ولا بذمتك في احد يشغل عمي؟ عمي مسكين ما ادري ايش يسوي بحياته. سمعوا خرد البيت وانا اقول لكم شو نسوي. والله والله صدق ودي اشوفها وهي تشي تناطر 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 نفس المينونه. صدق هتضحك مزعجه ولا تسكت. هلا باللوز هلا بالحب. تعال 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 بحاجة تعال بحاجة. ما تستحي على وجهك؟ لا اقول انت خليك على صوب انت. هاي ادلف من هني لا بالجوجة على راسك. يلا يلا ادلف كلمه ولو جبري خاطر استحي على حسب شيء هذا ها. شو تسوي شو تسوي شو سويت لي؟ داخل يلا داخل يلا داخل شهري. ايش فيك؟ هذا السلم هني طلع. هذين خواتي واهلي شلون يا قاعد تهرش فيهم؟ والله ايش دراني اهلك؟ اشم علي يدري انهم خواتك انا؟ شفت كتاكيت هني حلوين؟ ايه شنو كتاكيت؟ ما عرفت سولف انت شنو؟ شنو كتاكيت؟ ما عرفت سولف. علشان مره ثانيه لما تقول لك امك شيء تصدقين هي المدمغه. هذا انت شفتيه بعينك يحبك ويبيك ودايف فيك. شنو تبين اكثر من كذي عشان تصدقين؟ ها قولي قولي. يحبني ويبيني امنا بالله. بس عاد يا يمه ليه متى ليه متى حب ونظرات من بعيد لبعيد؟ انا بقول وفعل. واي وي 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 انطقت بنتي انطقت. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. اي خليك كذي قلش. ما بغينا ما بغينا يا بنيه. يا ربي اي خليك كذي سنعه. مو كل طير وكل لحمه يا حبيبتي. اذا احمدو يبيك خلي لما تحف ريوله عرفتي. وانتي لا تقطين وجهك عليه. انزين يمه تهقين اذا طقيت عليه الثقل ما راح يشوف غيري؟ عاد انت لا تطقين الثقل مره واحده، يعني مره صيري خفيفه، مره صيري ثقيله، يعني حاولي تكسبينه وبنفس الوقت حسسي انك انت منتي صوبه، يعني منتي صوبه. شنو هذه قطايه؟ مو قطايه يا الخبله، واه يا ربي هذا بتجنني، الريايل يا بنيه يحبون كذي، يحبون المره اللي تجننهم، يعني اللي ما يدرون شنو هي تبي من عندهم، عرفتي؟ اي خوش، خليها طايره مني. انت مالك شغل، لا تديرين بال، خليك ورا امك وامشي ورا نصايحها. وراعي المثل شنو يقول؟ اللي أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة. يلا يلا خلونا ندش. لا بارك الله في إبليس هالعيال. مروحين نونسهم نبي نطلعهم. ماتوا من هالبيت هذول ما تطلعونهم. هذول ما تونسونهم ما تسجنونهم وتسكرون السجن تبلعون المفتاح. حسبي الله ونعم الوكيل وحسبي الله ونعم. هضولونا. لا تحسبين عليهم يا قلبي. صح كلامك صح. احنا قلنا بنروح بنستانس نكدوا علينا. انا بنروح نستانس نكدوا نكدتوا علي. انا في بيتي انا في بيتي قاعد وبدويرتي قاعد قلتوني يلا يلا خنروح الشاليه. وديتوني الشاليه اللي كنا قرقور وقعدتوني لا طلعه لا مني والسب البحر. لحنا بغيركم انتم ما شفتوا بحر. انتم استحوا على ويوكم بحر وبحر. يلا بس دخلوا داخل ويبوا لي شاي. انا بقعد هني في البراد. اها ان شاء الله ان شاء الله عمي بنسوي لك شاي. روح روح اللي يشوفك الحين يقول دارك ماكو قصر بالشاي. احنا ولا اللي يقول بقعد انا على البراد. احنا قاعد بريفيرا الحبيب. معصب عمي ايه ما يسوى علينا طلعة الشاليه. أشوى اللي ما انفضحنا على دخلة العيال المخافر. حبيبتي إيه الله ستر علينا. والحين وينهم حبيبتي؟ كاهم وصلونا وراحوا تطشروا كل واحد راح مكان. اللي راح ديوانية واللي راح كافيه وردوا. الحين الوناسة مال الشاليه كلها بيطلعون مرة ثانية وناسة ثانية عندهم. يا جماعة مالي خلق أسوي شاي. سليمة أنت دش المطبخ وسوي شاي حق عمي. من اللي مبطل الليتات؟ إيه ما لاحظتوا ليش ليتاتنا مبطلة؟ حق الفاتورة اللي على ظهرنا. شو كيفكم؟ لي وقت عم استناكم هون. أنت منو؟ من انت؟ دقيقة شوي. أنا زوجته لصالح. أنت بأي حق دش بيتنا ها؟ بيتكم؟ شوي شوي علي يا خانم. بأمر القانون حبيبتي. حبك برص وعشرة خرص إن شاء الله مثل ما تقولون. بأمر القانون حبيبتي. طلعي يا هم من البيت يلا طلعي. لا 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 لا.
هيك الواحد بيقابل ضرته الجديدة؟ لا أنا هذه ذابحتها، لا لا ذابحتها داخلة فيها سجن. أنت بتجننيني، أنت بتجننيني، أنت شفيك مينونة شاربة شاي، أنت عطين شاي غصب طيبك تلتزقين نفسك فينا، فهميني شلون ريالي تزوج خمس حريم؟ إيه حبيبتي أنا كنت متزوجته وطلقني. لا والله طلع متزوج ومطلق. متى طلقتش بالله؟ أنا لما تزوجت صالح كانت سليمة على زمته، كانت زوجته الثالثة، يعني أنا الزوج الرابع. بعد وقت أنا وصالح ما اتفقنا لا تروحي ولا تجي، اتطلقت. بعدين اثبت إنه أخذ واحدة اسمها كأنه غنيمة. أمت عينك حتى أمت عينك غنيمة، تتمضمضين بماي الورد ويا ويهج. الحمد لله الذي أبدل الدرهم بدينار، من زينك عاد كلش تركيب وصباغ. أهو طلعي يلا طلعي لا تتعدين على بنات الحمايل. حبيبتي هيدا بيتي وبيت ابني. ابنك؟ لك يا مامي يا داري. تعا حبيبي تعا سلم على نسوان ابوك. شلونك يا حليم ابوي؟ ما سلم منك مقص زبرق. قولي امين انت ويا هالولد اللي هذا ما ادري من وين ابي تلصقينه فينا. سمعات الكلام هذا يوصلك ويتعداك. شوفي حبيبتي احنا عيال حمايل ما نتقبل اي احد يلصق نفسه فينا. هذا الولد اللي ما ادري من وين ابي تلصقينه في صالح. اخذي نفسك انت ويا ولدك وطلعوا بسكات بالطيب، لا تخلينا نطلعك بالقصب. شوفي عاد حبيبتي انا جيتك بالحسنى، لكن انت الظاهر انت وياهم ما بتيجوا الا بالعين الحمراء اللي بقرب ناحيتي وناحيه ابني بيني وبينه المحاكم والشرطه. انتوا فاهمين؟ لا وازيدك بالشعر بيت كمان. هذا اثبات اللي بيثبت اني انا طليقه صالح وهذا ابنه. فاهمين ولا مو فاهمين؟ انتوا خليتوها بالتحدي وبالعناد وراح تشوفوا مين انا. يلا يا مامي خلوا اوضتنا نريح، انا كثير تعبت. باي. اوضتها بعد اوضتها ما تتحجين يا بدريه. بدريه تحكي ايش فيك ساكته؟ ويا كبرها عند ربي، يا كبرها عند ربي. شنو هذا يا بدريه؟ هدومي اغراضي. يعني هذه خذت دارك؟ ما تاخذ دارها اقول لك ما تاخذ دارها. طلعي ما تاخذي دار بدريه. طلعي يا هيفاء طلعي. ايش فيك بدريه ليش ساكته؟ كسري الباب ودشي دوس بمطلها بدريه. والله لو انا مسويه في اقراضي كذي كان نتفتها اللي تنتف كان نمت بمردانها. انا بفهم انت يوم شفتيها طقش عقرب وقر ليش؟ شو السالفه بدريه تحجي؟ تحجي بدريه ايش فيك ليش ساكته؟ بدريه انت تعرفينها؟ في بينك وبينها شيء تحجي تكفين؟ ليش ما يردون؟ ليش ما يردون علي؟ ليش ما يردون؟ ايش فيهم؟ صاير لهم شيء؟ اكيد صاير لهم شيء انبلى. يما ايش فيك؟ هدي هدي ايش فيك؟ شلون اهدى؟ شلون تبيني اهدى؟ من اليوم ما ندق عليهم، من اليوم ما ندق عليهم، ما يردون علي، شخلتهم شخال ما يردون علي، الظاهر لحل في الشالي. من هما يما؟ من هم بعد؟ حليم صالح. انزين غايب عذره معاه؟ هاي ما ادري ليش ما يردون علي، اموت اذا ما عرفت، اموت اشق هدومي. يما هذا انت قلتي، هما بالشالي، هما مشغولين، عادي. لا اكيد في شيء صاير، ما ادري شنو صاير. انا الا ادق عليهم، ايه الا ادق عليهم خل اشوف. يما انت ايش عليك منهم؟ سكتي انت بس سكتي. ما يردون ما يردون ما يردون ما يردون علي. هين 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 قهرتوني نرفستوني، ما حد فيكم خلاني اكسر الباب عليها وعلى راسها هي ولدها. ايش حق طلعتوني؟ شوفوا عاد هالمره هذه بجاب لنا 24 ساعه بالبيت، ما نبي مشاكل معاها. كافي حريم ابوكم ساكين ضوء عاد هالمره خلاص. لا يا جماعه انا اقول لكم طولوا بالكم، هذا الامر راح يستمر. هذا الموضوع مو بس اليوم مباشر، لا الحين احنا اعتبروا نفسنا ان احنا موقعين مع اللجه والحنه واللويه. ها يوم لويه ثاني هذا، يعني في تنويع في الموضوع، فتحملوا البتش اللي راح يصير هذا. وينك ايوبه؟ وينك ايوبه؟ طال عمرك الله يردك بس بالسلامه ويفكنا من 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 هذا الضيم اللي احنا فيه. يعني الحين انتم من صدقكم
أبوي كان متزوج هذه؟ يعني الأوراق اللي عندها صدق؟ لا ما صدق هذا ولدها النسخة. شنو ما تصدق؟ تكفى جسوم، شنو اللي ما تصدقه؟ يعني غريبة وجديدة على أبوك؟ أبوك متزوج أربعة، الحين أبوك مو عنده أربع زوجات؟ أربع نساء؟ أربع حريم؟ يعني عادي يكون في يوم من الأيام متزوجها وطلقها، شو المشكلة؟ أنت منو قاعد تكلم؟ قاعد تكلم مسترجعة أنت، هذا أخوك هذا تقول له أربع حريم، اثنين دز الفرع يجيب أكل، يبقى كلمة عدل خليه يستوعب حبيبي، ما فهمت صح؟ خلود ما لك شغل فيني، أنا أخوي قاعد نتفاهم. حبيبي مشكور مشكور على هذا الاحترام المتبادل، الله يحفظك إن شاء الله. المهم إن صارت صكة بين حريم أبوي وهالمرة هذه دشوا على طول وفككوا بينهم، ما إحنا ناقصين مشاكل، ديروا بالك ما أنا خاف أكون برا وأكون بالديوانية أكون بالدوام أو شيء، أنتم موجودين هنا بالبيت. خير إن شاء الله. إيه أعرفها. شنو؟ بدرية من صدقك؟ شلون تعرفينها؟ ومن وين؟ يعني بدرية أنت كنت تدرين إن صالح متزوجها؟ إيه أدري. طبعاً طبعاً تدري حبيبتي، كل شيء قال لها، مو هي الأولى، هي راس المال، هي اللي كل شيء زوعه يحط ببطنها، إحنا مو مهم، إحنا هناك ننقط بسكيك أصلاً، ليش؟ إحنا تحصيل حاصل، شفتوا هذه اللي يقولوا لك تزوج واحدة وتربح ثنتين؟ هذا إحنا. يا معودة خلّج منكم أنت، والحين شوفيني أنا اللي قدامك المدمغة اللي أحس بروحي أنا الأخيرة وأنا المدللة وأنا الجميلة والحلوة وأحلى وحدة فيكم. طلع الريال روميو متزوج لوحدة كنها مانيكان، جميلة حمراء صفراء الشعر أشقر تينن زوغة زوغة. بدرية ليش؟ ليش يا بدرية ليش؟ احنا ما اتفقنا ما نخش شيء عن بعض، ليش خاشه هالعلم ببطنك وما تتحكين؟ ليش؟ مو بيدي مو بيدي، انا كنت بقول لكم من زمان بس حلفني صالح اني ما تحكي ولا بطل حلجي. انا انبهرت لما شفته، انا قال لي انها وحده يتيمه وفقيره ومسكينه وياي تبي تعيش، علشان كذي تبي تشتغل هني، تزوجها علشان يساعدها. لما سألت عن شكلها يقول لي شي كرم وحلوة، يالله الواحد يطلب ويها. أي جي كرة يا بدرية، أي جي كرة ومو حلوة، ما تشوفينها عرضة أزياء؟ بعد ش حقة تكلمون وش حقة تشرهون؟ اسمها هيفة، ما إلك إلا هيفة، وهيفة شنو هيفة؟ أوي على هيفة، الجمال والدلال والحلات والويه زوقة. يلا عاد سليمة، أنا مو طبيت بنفسي معناتها أحلى مني؟ أنا أحلى منها وأنا الأخيرة حبيبتي، إيش ناقصني أنا؟ والله هيفة. إيش تقصدين أنتي؟ والله كل واحد يعرف نفسه وعارف قدراته، هو تزوجها عليكم انتو مو علي انا. لا لو في خير ما عاف الطير، كاهو هدك وسافر يا قلبي. بس بس عن معايا بس، عاد ذبحتونا، خلونا نفكر بهالمصيبه اللي حلت علينا. هذه جايه تقعد عندنا بالبيت ولا وياي بولدها معاها، اكملت البيت بينفجر من الاوادم اللي فيه، خلنا نشوف لنا حل بهالمشكله. إنسان شو سوي أختي؟ أنت قاعد تسمعون شيء؟ أنا ما قاعد أسمع شيء. معقولة ناموا؟ أو يمكن ماتوا. هذا المطلوب، عظم الله جركم، عظم الله جركم. شو تسوون أنتوا؟ شو تسوون هني؟ شو عندكم واقفين؟ يما قاعد نتسمع على هذه اللي خلت غرفتك اللي ما تتسمى. غلطي غلطي، هذه اللي حطت تواير هني وهي شو؟ يما يمكن ماتت. أقول ذبحتوني، اسمها هيفاء، إيش تبون فيها؟ هيفاء عمى بعينها، يعني ما انا بسأل هي بتطول بغرفتك ولا شنو موضوعها؟ لا وتسألون بعد؟ يلا لا. يلا على دوركم، وراكم قاعده من صباح الله خير، وانتم بعد ما يحتاج ما تحبون النوم، تحركوا. يما ايش فيك كسرتي فينا واحنا متحمسين؟ بكسر رويلاتكم، تحركوا. بس ما عرفنا شيء. يلا تصبحي على خير. بابوس لا فيك انفلونزه، يلا لا تعاديني. عن الشيطانه. صج ماتت، افتكينا منها ومن ويها، حسبي الله على ابليس. الو لك كيفه؟
شو أخبارك؟ كل شي تمام، لك زبطت لك القصة تزبيطة إلها أول ما إله آخر، ولو لك أنا هيفا، أنا هيفا. لك شغلة؟ كرهتهم حياتهم، كرهتهم البيت، كرهتهم صالح، كل شي كرهوه. شو؟ ما فشر حبيبتي من بدي أقرب ناحيتي. ليك يا قلبي، أنا مثل القطة، ناعمة وهادية، لكن اللي بقرب ناحيتي وحياتك بخرمشه. شو؟ بخرمشه. صباح الخير. صباح النور. شفيت شفيت انت ليه حراسك عورج؟ يا صداع البارحه ما نمت، فكره رايحه وفكره جايه، هالمصيبه اللي جات وقعدت بيننا حسبي الله ونعم الوكيل فيها، مثل الزيبق مثل الزيبق تزيبقت بيننا. والله انت الصادقه، انا ما نمت، ما شفت النوم بعيني، اتقلب على الفراش كني سويتش بمقله، مات يوفي احسه شاب نار نار نار. بسم الله عليك. اقول هذا اللي شايله نص الريوك وطالعه من هي دي؟ خدامه المسعده حبيبتي مسويها يدهن لا تنكتن، خايف على اناملها لا يصيبهم شيء، مدللها ومدلع ساحرته ساحرته يا على هالضربه. ايه الحين عقب ما سافر انقطع المصروف طقها الفقر، يا يهني تبي تنهش. صبي لي صبي لي شويها خلنا عدل راسي واللي سلمك. قوه. هلا هلا. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. قعدت؟ من هي؟ بعد من هي بعد؟ اللي ما بتسمى تلاقينها ليل حين نايمه وبالع المخده، يعلها لياثوم ان شاء الله. عدل 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 عدل. الا قولي لي بدريه. في سؤال يقرقع بقلبي من امس بالليل. حبيبتي تطلعينه، ما تخلين شيء بفادك. بقوله اقول لك هالهيفه هذه لما طلقها صالح انت كنتي تدرين انها حامل؟ لا ولا ادري ولا عندي خبر. وبعدين انا لو ادري رضيت الياه اللي تربى بعيد عن اخوانه؟ ان شاء الله بتجيبينا الا على قلبنا بعد. ها ليش لا؟ مو اخوهم تربى بينهم ولحق بالبيت؟ ايش فيها؟ لكنه تجيني وتقعد وتقول البيت بيتي وهي مطلقه؟ لا بالله وقفلها بالعوم هشوكه. واي 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 قاهرتني ذابحتني، انتوا بس لو تعطوني فرصه اروح لها واغمت على انفاسها بالمخده اللي نايمه عليها، بس ما ترضون ادري. اخ وين تعلمت الجرام؟ ولا وياها ما يدل على هالشيء. اللي تقراهم الروايات تريقه وتريقه العيال قعدوا؟ اي قعدوا كاهم بالصاله. اي زين. تبين شاي عمون؟ لا. اعطيهم اعطيهم خبز، تبين توست خبز؟ لا كان موجود. يما نحكي علينا سبهنا يما يما خلاص تعالوا بسرعه عيالنا. يلا يلا وش بيهم؟ بسرعة تعالوا! ايش فيك؟ ايش فيك؟ ايش فيك؟ هذا 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 قاعد يرش علينا ماي. انت ايش فيك؟ خالتها قاعد العب معاهم. وش اللعب البايخ من صباح الله خير؟ حبيبي اللي يلعب يرش على واد ماي؟ خالتها انا امي قالت ترش عليهم ماي عشان قصيوهم حق المدرسة. لا والله هذه امك حلايا اصابع البب ويا خيار، بعد ما قالت لك يملى فيها ماي ويبمشط خشب ونسل شعورهم على الشط؟ اقول لك اذان اذان ترثهم بالماي عشان يغسلون ويوههم. انت كل شيء تقول لك امك تيجي تسويه؟ ما يصير كذي، ما يصير، عيب، هذه امك بنت ابليس. شوفي يا صباح يا عليم يا رزاق يا كريم، من الصبح خناق، الواحد بيصحى صوت فيروز صوت رايق.
مو صوتكم. سمعيني زين، حشمي نفسك يا ودي ولدك، لا تراقطك فوق السطح وخليك تصعدين وتنزلين، تصعدين وتنزلين لما تطلع روحك. شو حبيبتي؟ ما سمعت، عيديها بالله. فوق السطح؟ ليكون عبالك حبيبتي نحن مأجرين ولا مأجرين؟ لا يا حبيبتي، علشان يصير وجهك مثل الطماطة، مثل القوطة يا مجنونة. عرفي عاد يا غريب كون أديب، وانتي ويا ولدك ما أعتقد تعرفون الأدب. أنا ولدي مربى أحلى ترباية. مربى؟ مربى ولا جيمر؟ إذا ضحكوا جملوني على الأقل بطر. أنا بحكي لما الكبار بيحكوا الأفضل من الزعارين اللي مثلك يسكتوا. نعم نعم نعم، ايش قلتي حبيبتي؟ ترى انا من زمان ودي اذبحك، من زمان ودي اذبحك. بدرية خلاص. سمعي انت يا الصفرة، عيالنا ما لك شغل فيهم، لا تشغل في ولدك هذا اللي هالنتفة. وبعدين لا تزينه كل شوي عليهم يتحرش فيهم، ترى هذا البيت فيه نظام، واللي ما يمشي عليه بيمشي على العصا. كفو والله كفو، ابعدي يا بدرية. تبين يمشي العصا؟ وقتك سكتي. شوفي حبيبتي، العصا مو لنا، وانا وابني اللي بيقرب ناحيتنا واللي بيقرب صوب شعره، شوفي شعره، شعره واحده يا ويله مني. على كل حال انا مالي خلق اتخانق هلا. يلا داري مامي، يلا حبيبي، يلا روح بيتنا، يلا عشان نروح نتفطر فوق حره. ميري لك يا ميري، جيبي الفطور لفوق، جيبي تضربي على هالمنظر. تعي يا امي تعي، لك تعرف كثر شتنا بالمي. تعال اشتو بنت البيك، تب تتروق بدارها، تروقي منعوشه نقبرك ان شاء الله. ما تبينا نجيب لك مجدره عشان تكبر خدودك؟ لحظه لحظه سلوم، لا تنزل بكلمك. ايش فيك؟ انت الحين هذا مشاري ربع يدلون وين مدرستك؟ ليش قاعد تسال هالاسئله؟ ايش فيك؟ لما يدلون انا نطرهم وخش لهم العجره. خلو دي النيت، انت من صدقك انت ناوي تذبح واحد فيهم؟ وانت حسبالك هذول بيخلونك؟ انت نسيت ايش سوينا فيهم بالشاليه؟ مسخرناهم لين وديناهم المخفر، والله ما يهدونك. يعني شلون هذيل بيتحبلوا لي بالهده؟ اذا يدلون مدرستك اكيد بيتحبلوا لك. لا هم ما يدلونها، بس مو صعبه عليهم، يعني انت تدري هذيل يقدرون يطلعون اللي يبونه. مو قلت لك من الاول؟ قاعد اقول لك يا اخوي انصحك، انا بمصلحتك وخر عنهم، ما وراهم للمشاكل، بس ما تسمع الحكي انت.